منتصف ليل القاهرة التاسعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، ويستهلها معنا الزميل محمد رميحي. أهلا بك محمد. أهلا بك ندى. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء في ظل ما تتمتع به من مقومات ذات طابع فريد. وخلال اجتماع لاستعراض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء القائمة، وجه الرئيس السيسي بضرورة أن تتضمن عملية التنمية بالمحافظة رفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين على النحو الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف المجالات. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات في شتى القطاعات تنمويا وعمرانيا وسياحيا وثقافيا، وذلك في إطار خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من مقومات كل محافظة وفقا لطابعها الخاص وميزاتها التنافسية. وفي ذلك السياق شهد الاجتماع متابعة تطورات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بمحافظة جنوب سيناء خاصة مدينة شرم الشيخ، والجهود الرامية لرفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية بالمدينة بما يعزز من مكانتها السياحية لا سيما في ضوء اسمها المتميز عالميا. وتطرق الاجتماع أيضا إلى متابعة مشروعات التنمية بطابة ونويبع وأبرديس والطور، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين الذي يسعى لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية، حيث حرص السيد الرئيس على متابعة الموقف التنفيذي لجميع عناصر المشروع تمهيدا لافتتاحه على النحو الذي يتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء في ظل ما تتمتع به من مقومات ذات طابع فريد، مع استكشاف وتنفيذ آليات جديدة لتحفيز الاستثمارات في جميع مدن المحافظة خاصة على صعيد دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة وإعطاء هذا الأمر أولوية، مشددا كذلك على ضرورة أن تتضمن عملية التنمية بالمحافظة رفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين على النحو الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قضايا الأمن السبراني أصبحت مكونا أساسيا في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم. وخلال ترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن السبراني أشار مدبولي إلى أن تزايد اعتماد الدول على المنظومات الرقمية يلزمنا كدولة باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة للتأمين، موضحا أن الأمن السبراني جاء ضمن محاور الأمن القومي في برنامج الحكومة. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السبرانية والأعطال التقنية والجهود المبذولة أيضا لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات والأنظمة التكنولوجية وتعزيز الأمن السبراني في مختلف قطاعات الدولة. كما تم التطرق للإطار التنظيمي لمقدمي خدمات الأمن السبراني التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلا عن الخطوات التنفيذية لزيادة أعداد الخبراء المتخصصين في مجال الأمن السبراني من خلال عدد من البرامج والمبادرات التدريبية التي تستهدف بناء القدرات وزيادة الخبرات القادرة على العمل في هذا المجال. أكد رئيس مجلس الوزراء ثقة الحكومة بأهمية الدور المؤثر لسفراء مصر في عواصم العالم في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وخلال لقائه السفراء المنقولين لتولي رئاسات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على زيادة الصادرات للخارج لسد الفجوة الدولارية بما يساعد في تغطية احتياجات البلاد الخارجية، كما شدد على أن الحكومة ملتزمة بالتنسيق مع البنك المركزي
بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، وعرب مدبولي عن الاستعداد لمد جسر من التواصل المباشر بين البعثات الدبلوماسية ومجلس الوزراء لسرعة جذب الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مصر. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن تجربة إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب تأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور، تمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر. جاء ذلك خلال استعراض تقرير حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة عن شهري يوليو وأغسطس 2024. وقال مدبولي إن هذه الصناديق تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وفرص ادخارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، كما أنها تتيح للمستثمرين شراء وثائق تستخدم للاستثمار في الذهب عبر البنوك والشركات المرخصة. وفي تقريره أوضح الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب خلال يونيو 2024، لافتا إلى أنه تم التغطية الاكتتاب في وثائق الصندوق في تاريخ غلق باب الاكتتاب في 4 يوليو 2024 بإجمالي يزيد على 30 مليون جنيه، بما يفوق المبلغ المستهدف والبالغ 10 ملايين جنيه. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف تحلية المياه أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة، سواء في الصناعة أو الإسكان وغيرها من القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة جهود تحلية مياه البحر، حيث أشار مدبولي إلى أن تكنولوجيات تحلية المياه قد تقدمت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، ما تطلب التوسع حاليا في مشروعات التحلية والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير ووزير النقل الألماني قطار فيلارو المخصص لقطارات الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائية السريعة في مصر. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض إنترانس 2024 المقام بالعاصمة الألمانية برلين، مشيرا إلى أن عرض شركة سيمنز العالمية للقطار في المعرض يؤكد أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر هو رمز للصداقة المصرية الألمانية، ومؤكدا التطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين بما يحقق التنمية الشاملة وبما يخدم الشعب المصري. كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر، موضحا أنه بتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بريا، لافتا إلى أن هذه الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية. كما عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وقيادات شركات هيونداي ريتم الكورية الجنوبية وهيرينيك نشتا الألمانية وكاف الإسبانية وكولسريل وكولي وتالجو وهيتاشي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وتعزيز التعاون المشترك وتوطين صناعة النقل في مصر. افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر مشروع تطوير مجمع رعايات الأطفال للأمراض المعدية والوبائيات وملحقاته بمستشفى حميات العباسية، الذي يأتي إيمانا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وتنفيذ لخطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان. ثمن عبد الغفار جهود التعاون المشتركة بين كيانات ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا دورهم الهام كحلفاء أساسيين في رحلة النجاح،
والتطوير للمنظومة الصحية المصرية على مستوى محافظات الجمهورية، متوجها بالشكر إلى قيادات ومسؤولي وزارة الصحة والسكان لجهودهم المبذولة لإنتاج هذا المشروع الضخم، معربا عن تطلعه للتوسع في التخطيط لمشروعات صحية مستقبلية وعلى رأسها المشروعات الطبية التي تستهدف توفير الرعايات الصحية الشاملة. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، والذي نفذ على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لتنفيذ المهام كافة التي توكل إليهم. كما ناقش عددا من المشاركين في أسلوب إدارتهم لمختلف مواقف العمليات، مشيدا بإجراءات التخطيط والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة، بما يعكس الاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بهذا المشروع. وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات. أشاد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي بما تتيحه آلية التعاون الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص من تنسيق المواقف على أعلى مستوى بين الدول الثلاث وعلى نحو يعزز من طبيعة الشراكة بينهم. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية والهجرة مع وزيري خارجية اليونان وقبرص على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وشهد اللقاء التباحث حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد وزير الخارجية أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة محذرا من امتداد نطاق الصراع، وأشدد على أهمية تجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية. أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي اعتزاز مصر بعلاقات التعاون وأواصر الصداقة مع اليونان والحرص على تعزيز هذه العلاقات والروابط في مختلف المجالات. وخلال اجتماع مع نظيره اليوناني على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار وزير الخارجية والهجرة إلى التطلع لعقد المجلس الأعلى للتعاون بين البلدين، مؤكدا اهتمام مصر بمشروع الربط الكهربائي وتقديم ما يلزم من دعم الاتحاد الأوروبي للمشروع. كما أوضح وزير الخارجية والهجرة أنه لا سبيل لحل الأزمة الحالية في الشرق الأوسط سوى من خلال تحقيق وقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان. هذا وأشاد وزير الخارجية والهجرة دكتور بدر عبد العاطي بالاتصالات الثنائية بين مصر وقبرص على مختلف المستويات والتطور المستمر الذي تشهده العلاقات بين البلدين. وخلال لقائه نظيره القبرصي أكد وزير الخارجية والهجرة الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب القبرصي والتطلع لتشكيل مجلس رجال أعمال مشترك ودفع التعاون في مجال الاستثمار فضلا عن التعاون في مجال الطاقة وغيرها. كما حرص على الإعراب عن التقدير لدعم قبرص لمصر داخل الاتحاد الأوروبي وعلى الارتياح لتطور العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد.
أشاد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي بالتعاون المتميز بين مصر واليونسكو في مجال حماية التراث ومكافحة الاتجار غير المشروع فيه، وخلال لقائه بمدير عام منظمة يونسكو وأودري أوزلاي على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد وزير الخارجية أهمية دعم المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة العربية والتي تؤثر بشكل مباشر على مجالات عمل يونسكو في المنطقة. من ناحية أخرى، أشاد وزير الخارجية بالتعاون بين مصر ويونسكو اتصالا بمبادرة التكيف المائي الصادرة عن رئاسة مؤتمر شرم الشيخ كوب 27. التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بوركينا فاسو على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة بنيويورك. أشاد وزير الخارجية والهجرة بمستوى العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين مصر وبوركينا فاسو في مختلف المجالات، معربا عن تطلعه لتطوير تلك العلاقات بناء على أولويات الجانبين. كما أكد وزير الخارجية استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار في دول المنطقة الساحل، مستعرضا منطلقات الموقف المصري التي تركز على احترام السيادة الكاملة لدول المنطقة ووحدة أراضيها، بما يستهدف تحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع الأمنية ودعم جهود الحكومات الوطنية لصون سيادتها وبسط سيطرتها على أراضيها كافة والتصدي للجماعات الإرهابية. فيما أكد وزير الخارجية والهجرة دكتور بدر عبد العاطي دعم مصر لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، منوها بما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر. جاء ذلك خلال اجتماعه مع دكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي اليمني على هامش فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث أشار وزير الخارجية إلى أولوية ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه وارتباط ذلك بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، مجددا رفض مصر أن تكون الأزمة اليمنية مدخلا لانخراط دول غير مشاطئة للبحر الأحمر في الترتيبات الأمنية المرتبطة به، بالإضافة إلى الرفض المصري لمحاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب. هذا وأشار وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي إلى نجاح التجارب الاستثمارية البولندية في مصر، معربا عن التطلع في أن يتم التوسع بشأنها من خلال إقامة منطقة صناعية بولندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أكد الاهتمام بزيادة معدلات السياحة البولندية التي تمثل جزءا كبيرا من السياحة الأوروبية الوافدة إلى مصر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية مع نظيره البولندي، وذلك خلال حضورهما لفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبرز عبد العاطي التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وتطلع مصر للدعم البولندي في استمرارية وتطوير هذه العلاقات. كما أعرب عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لتسريع تحويل الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية التي تم الاتفاق عليها بإجمالي 1 مليار يورو، وبدء العمل على الانتهاء من التفاوض على الشريحة الثانية من الحزمة بإجمالي 4 مليارات يورو. وقع حسام هيبر رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ودين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة إكسلانت دي أند إن للدعاية والإعلان وتنظيم المعارض التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروتوكول تعاون لتنفيذ استراتيجية للتوعية والتسويق والترويج للاستثمار في مصر. شهد التوقيع دكتور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولمياء مختار مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة. وينص البروتوكول
بروتوكول على تعاون الجانبين من أجل إبراز جهود الهيئة المتواصلة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر والتوعية بها والترويج لها وتسويقها محليا وإقليميا ودوليا لدعم تنافسية الاقتصاد المصري عالميا. وستقوم شركة إكسلنت دي أند إن بالتعاون مع الهيئة بصناعة وتنفيذ خطة توعوية وترويجية للاستثمار في مصر باستخدام مختلف القنوات والأدوات الإعلامية. وقال الدين عبد الفتاح إن شركة إكسلنت تستخدم خبراتها الكبيرة في تنظيم الأنشطة والفعاليات الإعلامية والتسويقية سواء محليا وخارجيا للترويج للتحسن الكبير الذي تشهده بيئة الاستثمار في مصر. كما قال دكتور عمرو الفقي إن الشركة المتحدة ستستخدم أدواتها الإعلامية وشركاتها التابعة لإنتاج محتوى داعم لبيئة الاستثمار قادر على إيصال الصورة الحقيقية للتطورات الإيجابية التي يمر بها الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة تتبعها 49 شركة في كافة القطاعات المرتبطة بالإعلام. أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة حفلا بمناسبة اليوم الوطني 94 للسعودية، وذلك بحضور السفير السعودي لدى مصر صالح بن عيد الحصيني ومنسوبي البعثة والمواطنين المقيمين والزائرين. تضمن الاحتفال عددا من الفقرات الوطنية المتنوعة التي تعبر عن الولاء والانتماء وما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار، كما ترشح مبنى السفارة السعودية بهوية اليوم الوطني. وفي نهاية الحفل كرم السفير الحصيني يرافقه القائم بأعمال الملحقية الثقافية الدكتور منصور بن زيد الخثلان عددا من الطلاب السعوديين المتفوقين في الجامعات المصرية. العلاقات المصرية السعودية علاقات مشتركة قديمة جدا الحقيقة، يجمعها الكثير من الأشياء البينية المشتركة ما بينهم. طبعا علاقات تاريخية لها عمق تاريخي كبير جدا، وكذلك البعد الاجتماعي اللي بيصبغ على هذه العلاقات الدفء القوي جدا ما بينهم الاثنين. طبعا على المستوى الثقافي كمان العلاقات المصرية السعودية لها باع طويل ولها روافد كبيرة ووسائط فنية وثقافية مثمنة جدا مقدرة تماما. الحقيقة العلاقة ما بين مصر والمملكة العربية السعودية أكبر من أي كلام نقوله، سعداء جدا وبنرسل تحية تقدير واحترام للشعب السعودي. وطبعا مجالات التعاون ما بين مصر والسعودية متعددة، يمكن في مجال المياه في حوار، في مجال تحلية المياه ونقاش حاليا على مشروعات إن شاء الله، وتعاون في البحث العلمي وتعاون في تنمية عملية التحلية أو مشروعات التحلية في الدولتين، وإن شاء الله تثمر وتؤتي باستمارها في القريب العاجل. بنرسل تهنئة للشعب السعودي في اليوم الوطني. العلاقة متميزنا بيننا وبين الأشقاء السعوديين، وخصوصا العمالة المصرية متواجدة بقوة وساعدت في نهضة السعودية، والعمالة المصرية أثبتت وجودها على مر التاريخ طبعا من نهضة صناعية وتعليمية، ويمكن عندنا الصيدلية والأطباء موجودين بكثرة في السعودية، وما زال يمكن احنا أول من عمل ربط إلكتروني ما بيننا وبين السعوديين في العمالة الفحص المهني، وده أمر جيد، ودي كانت تجربة رائدة، والحمد لله رب العالمين احنا هنبتدي التجربة دي تعمم على الوطن العربي، ولكن كانت الرياضة مصر والسعودية فيها. نتقدم بالتهنئة للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا. نشكر طبعا سعادة السفير المملكة العربية السعودية في القاهرة على الدعوة الكريمة، ومندوبية المملكة العربية في جامعة الدول العربية، ويمكن دي بتبقى مناسبة بيتم فيها التعبير عن عمق العلاقات ما بين مصر والمملكة. العلاقات المصرية السعودية هي علاقات تاريخ وواقع ومستقبل وتناغم تام ما بين الشعبين، ومصالح متشابكة وأمن قومي واحد. فكل سنة والمملكة بخير وأهلها
بخير ويديم على المنطقة الاستقرار، لأن الاستقرار بقى عملة صعبة في المنطقة، وتظل العلاقات بين القاهرة والرياض أحد أهم دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط. الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لاتحاد الإذاعات الإسلامية بشكل عظيم وبشكل كبير من خلال معالي الوزير سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام بالمملكة، فالعلاقات المصرية السعودية علاقات رائعة وتاريخية وأصيلة وتكاملية وإنسانية واجتماعية، يعني مهما نقعد نعدد والمملكة قريبة إلى القلب وقريبة إلى نفوس الناس، ويشتاق الناس دائما للذهاب إلى المملكة العربية السعودية. ففي هذا اليوم العظيم لا نملك غير أن احنا كل التهاني والتبريكات إلى المملكة حكومة وملكا وسمو ولي العهد وشعبا بهذه المناسبة الكريمة. كل عام وهم بخير. في خطوة تعكس التزام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتعزيز التعاون الدولي والمحلي، قام وفد من التحالف الوطني برئاسة السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة العامة للتحالف الوطني وحاتم متولي عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الوطني بزيارة رسمية لمقر الأمم المتحدة في مصر. تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون بين التحالف الوطني ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، وتسليط الضوء على الأهداف والرؤية الاستراتيجية للتحالف وبرامجه المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل الاجتماعي في مصر. خلال هذه الزيارة استعرضت السفيرة نبيلة مكرم الأهداف والرؤية الاستراتيجية للتحالف الوطني في سياق الجهود المبذولة لتعريف مديري ومنسقي مختلف مكاتب ووكالات وأجهزة الأمم المتحدة في مصر، وتم استعراض برامج الأمم المتحدة الحالية وكيفية دمجها مع جهود التحالف الوطني لتحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي على المجتمع المصري. كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية والدولية، وشددت على التزام التحالف الوطني ببناء شراكات فعالة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع المصري. من جانبها أكدت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر أن التحالف الوطني من خلال هذه الزيارة يؤكد التزامه بدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، ويسعى إلى بناء شراكات قوية مع كل الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، وبالتعاون مع مختلف مكاتب ووكالات وأجهزة الأمم المتحدة في مصر. وفي ختام الزيارة اتفق الطرفان على وضع خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة. التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط بالشباب ممثلي منتدى شباب العالم، وذلك ضمن فعاليات قمة المستقبل 2024 خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79 بنيويورك. أكدت المشاط إدراك الدولة المصرية أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها وطريقها نحو النهوض والتقدم، حيث تحرص الدولة المصرية على دعمهم بكل السبل والإمكانات للتأكيد على دورهم الريادي والعمل على تنمية قدراتهم كأطراف فاعلة ودعم مشاركتهم في صنع السياسات. كما أكدت أهمية وجود الشباب في الأحداث العالمية التي تركز وتناقش على التحديات التي تواجه العالم، موضحة أن اعتماد مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل تعكس تعزيز المنتدى دعمه لأهداف الأمم المتحدة التي تركز على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في معالجة القضايا الدولية. كما أكدت أن مشاركة الشباب في قمة عالمية كقمة المستقبل تتيح للشباب فرصة للتفاعل مع متخذي وصانعي القرارات على مستوى دول العالم، ما يسهم في دعم قدراتهم وتأهيلهم لأن يصبحوا قادة المستقبل ويدعم دورهم في المشاركة بصنع السياسات على مستوى الدولة والاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها من مشاركاتهم دوليا ومحليا. أضافت أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لدور الشباب في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
تحتفل الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة خريجاتها سارة بدر المنسق العام لمنتدى شباب العالم وندى أمين عضو اللجنة المنظمة للمنتدى في قمة المستقبل تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك بعد اعتماد مشاركة منتدى شباب العالم في القمة والذي نجح في احتلال مكانة مرموقة عالميا بين المنصات الشبابية ذات التأثير العالمي. وتؤكد الأكاديمية الوطنية للتدريب أن الدولة المصرية أولت منذ عام 2014 اهتماما خاصا بملف الشباب وتمكينهم، وكان من أبرز إنجازات هذا الملف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وما انبثق عنه من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم وغيرها من الكيانات الشبابية. وقد تحول هذا التوجه في السنوات اللاحقة إلى توجه عالمي اقتدت به العديد من الدول في المنطقة والعالم فيما يتعلق بتأهيل الشباب وتمكينهم. وينظم المنتدى في جميع نسخه السابقة ينظم بأيدي وخبرات شبابية من أبناء الأكاديمية الوطنية للتدريب وتحت رعايتها، وهم الذين نجحوا في تحويله إلى منصة ذات تأثير إقليمي وعالمي. شهد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة برعاية البنك المركزي. يأتي ذلك في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022-2025 لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتثقيفيا ماليا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. افتتحت مدرسة إبداء الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر العام الدراسي الجديد بمعسكر تدريبي للطلاب بهدف تجهيزهم للاندماج في المنظومة التعليمية المتطورة بالمدرسة وتطوير مهاراتهم الشخصية وتزويدهم بالمعارف اللازمة في مختلف المجالات التقنية والذكاء الاصطناعي. وتؤمن إبداء بأن التعليم لا يقتصر على الفصول الدراسية فحسب، وتسعى دائما لتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار لأبنائنا الطلبة.
واستكمالا لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة للفئات الأكثر استحقاقا، أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة وصل الخير لتوزيع صناديق مواد غذائية على أهالي قريتين تابعتين لمركز صملوط بمحافظة المنيا. تستهدف المبادرة قرى مراكز المحافظة التسع في إطار خطة الحماية الاجتماعية للمؤسسة، حيث من المقرر أن تشهد قرى مركز صملوط خلال المرحلة الثانية من المبادرة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية. احنا النهارده في قرية شوشة مركز صملوط محافظة المنيا بنستكمل توزيع كارتين وصل الخير مواد غذائية، وبعدين هنستكمل مركز صملوط طبعا نزل في المرحلة الثانية لخطة مشاريع حياة كريمة اللي هي البنية التحتية الأساسية من صرف صحي وغسل طبيعي وإنترنت. النهارده بنكمل الخير اللي بدأناه من خلال مؤسسة حياة كريمة لدعم المستحقين. بدأنا في مبادرة وصل الخير بنكمل فيها لوصول الدعم للمستحقين الأكثر احتياجا. النهاردة احنا في إطار فعالية لتوزيع كراتين للمواد الغذائية كإحدى فعاليات مؤسسة حياة كريمة اللي هي مظلة لكل العمل التنموي، منذ تم تدشينها بالقرار رقم 209 لسنة 2019 للسيد فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي. وزي ما انتم شايفين النهاردة ان احنا بنوزع الكراتين لكل الأسر المحتاجة والأكثر احتياجا في القرية. بنشكر مؤسسة حياة كريمة على اليوم الجميل دوت ورد الجميل للمتطوعين، لمسة جميلة منها ان هي تفتكر المتطوعين حتى بعد وفاتهم، فبنشكرها جدا ان هي بتعمل صدقة جارية لاخواتنا المتوفين المتطوعين. شكرا حياة كريمة. وفي محافظة دمياط قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع عدد من صناديق الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بقرية أولاد حمام بمحافظة دمياط، حيث شملت عدة أصناف من المواد الغذائية لمساعدة الفئات المستحقة وتقليل أعباء الحياة عن كاهلهم. وشملت الفعالية حرصا من كل المتطوعين على تقديم المساعدة عن طريق بحوث ميدانية لاستقطاب تلك الفئات وتقديم الدعم اللازم لهم، تفعيلا لدور مؤسسة حياة كريمة في المجتمع. موجودين في قرية ولاد حمام التابعة لمركز دمياط. تم اختيار الأسر دي بعناية شديدة عن طريق الجمعيات الأهلية اللي موجودة داخل القرية، وعن طريق التضامن الاجتماعي، وعن طريق بحث ميدان عمله للمتطوعين داخل مؤسسة حياة كريمة. هنوزع كراتين مواد غذائية. قبل كده كنا بنوزع وجبات ساخنة على الناس. احنا بنشترك مع كل القضايا، موجودين في كل حاجة حتى في التعليم. احنا كنا مشاركين في توزيع الشنط المدرسية للأطفال الأيتام وذوي الهمم لتشجيعهم وتحفيزهم على استكمال الدراسة وجعلهم إنسان يفيد المجتمع ويفيد الوطن. الحمد لله احنا معانا قاعدة بنات كبيرة جدا وعريضة من الناس المستحقين، بنلف عليهم في بيوتهم. النهاردة في مركز ولاد حمام بنوزع الصناديق الحماية على المستحقين بعد بحث اجتماعي وشيت بينزل لنا بالأسماء. وطبعا مش على قد ده وبس، احنا في برضو قسم اسمه الحالات الإنسانية، بنساعد في حالات الزواج أو فتح مشروع أو كرسي متحرك. وبرضو حاولنا بقدر الإمكان ان احنا نساعد في الدخول عن دخول المدارس، ان احنا نوفر استلزامات مدرسية للأطفال أكثر احتياجا وذوي الهمم. سعيدة النهاردة أننا في فعالية من ضمن الفعاليات في قرية أولاد حمام بمحافظة دمياط، زي شاركنا فعاليات أخرى كتيرة زي فعالية سوق الأضحية، سقيا الماء، توزيع الشنط المدرسية. حياة كريمة بالنسبة لي مجرد أنها مش مجرد مؤسسة، ده كيان، كلنا فريق واحد، هدفنا واحد، إن احنا نوصل المساعدات للأسر الأكثر احتياجا لأهالينا الطيبين. بننزل على قاعدة بيانات معينة عندنا بنعرفها من المتطوعين، بيكون عارفين إننا في حالات مستحقة بنجي ننزل عليها. ودي مش اول مره ننزل نشارك في الشارع الدمياطي، احنا بننزل نشاركهم في احتفالاتهم وفي الاعياد، بننزل في اعياد العيد، عيد الاضحى وعيد عيد الفطر، بننزل نوزع هدايا، وفي عيد الاضحى بننزل سكوك الاضحيه، بننزل على الاسره الاكثر احتياجا، وبننزل الميادين بنوزع هدايا على الاطفال وبتكون بتفرحهم جدا. بشكر السيد رئيس عبد الفتاح السيسي على الموجود الكبير اللي بيعمله لنا، وبشكر مؤسسة حياة كريمة النهاردة جت البلد وبصراحة واقفة معانا ومع أهالي القرية وحبايبنا من الناس المحتاجين. بصراحة عمل عظيم جدا، وربنا يبارك فيكم وكل القائمين على مؤسسة حياة كريمة. قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع كميات من صناديق المواد الغذائية بمنطقة الجمرك بالإسكندرية، أتي ذلك بعد عمل بحث الحالة للمواطنين الأكثر استحقاقا والأولى بالرعاية في المناطق
بمحافظة الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجا. احنا النهارده في مبادره تبع مؤسسه حياه كريمه بالتعاون مع التحالف الوطني، النهارده هنوزع حوالي 1000 كرتونه حمايه اجتماعيه لاهالينا هنا في اسكندريه في حي الجمرك. الكرتونه عباره عن يعني موجود فيها محتويات غذائيه، 3 رز، 3 سكر، زيت ومكرونه وصلصه، حاجات كتير. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل مساهمه لاهالينا هنا، بنخفف شويه الاعباء عليهم. دي مش اول مره ان احنا نوزع في حي الجمرك ولا في اسكندريه خالص، احنا على مدار العام بنوزع سواء في مناسبات غير مناسبات، وحتى كمان بنحاول ان احنا نكون متواجدين على قد ما نقدر. اقرب حاجه كانت لسه الاسبوع اللي فات برضو، كان في مبادره من المؤسسه، مبادره رجع مدرستي، برضو عملنا على اهالينا وابنائنا الطلبه اللي داخلين المدارس، ادخلنا عليهم الفرحه ان احنا كنا جايبين ادوات مدرسيه داخل محتوى في الشنط المدرسيه سواء المرحله الابتدائيه او المرحله الاعداديه. بقالي 4 سنين متطوعه في مؤسسه حياه كريمه. طبعا مؤسسه حياه كريمه بتخدم ناس كتير جدا، من خلال اللي احنا بنجمع الاول البنات بتاعتهم، وبعد كده بنبتدي اللي احنا نوزع عليهم الكراتين، وكل ده طبعا بيتم بشكل سريع جدا، واحنا دايما مع الناس لتلبيه احتياجاتهم. افتتح الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية معرض أهل المدرسة، والذي تم بالتعاون بين محافظة الإسكندرية والغرفة التجارية بالإسكندرية، ويضم 8000 حقيبة مدرسية وأحذية مدرسية سيتم توزيعها على المناطق الأكثر احتياجا بنطاق 9 إدارات تعليمية. كما تفقد محافظ الإسكندرية مدرسة رشدي الثانوية الصناعية بنات، وتوجه للمرور على فصول المدرسة وورش العمل الخاصة بقسم الملابس الجاهزة داخل المدرسة. قالت سلوفينيا الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي إن المجلس سيجتمع الأربعاء لبحث الأوضاع في لبنان. كان طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات عنيفة استهدفت عددا من البلدات اللبنانية. وأكد الدفاع المدني اللبناني أن الغارات أوقعت شهداء وجرحى في غارة على مبنى في البقاع. كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدات من ضمنها القليلة ودبين وكونين والحنية والمنصوري، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية في الأجواء اللبنانية. من جانبه أعلن حزب الله أنه قصف قاعدة دادو التابعة للاحتلال للمرة الثانية ب40 صاروخا. أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ارتفاع عدد النازحين من الجنوب والبقاع إلى مراكز الإيواء المفتوحة جراء القصف الإسرائيلي إلى 27,000. وأكد وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين أن الحكومة تعمل على تأمين الحاجات الأساسية لإيصالها إلى النازحين بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والصليب الأحمر والمنظمات الدولية، معلنا استمرار تعليق الدراسة خلال الأسبوع الجاري بسبب الأوضاع الأمنية. تفقد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي غرفة عمليات محافظة جبل لبنان، وخلال تفقده وجه وزير الداخلية بتنظيم التعامل مع أزمة النزوح الداخلي وتنسيق الجهود الإنسانية والإدارية والأمنية بين جميع الجهات المعنية والوقوف على حاجات مراكز الإيواء.
وجه محافظ بيروت مروان عبود بعمل خلية إدارة الأزمات والكوارث في المحافظة على مدار 24 ساعة، حيث تتألف الإدارة من الصليب الأحمر اللبناني فوق إطفاء بيروت، فوق حرس بيروت، فرقة طوارئ بلدية بيروت والفرق الفنية التابعة للبلدية، وتقوم على تأمين مراكز الإيواء للأخوة النازحين من القرى الجنوبية جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت منازلهم وقراهم. وفي بيان لها أوضحت دائرة العلاقات العامة في بيروت أن خلال الساعات الماضية تم تأمين 10,000 شخص في مراكز إيواء في 45 مدرسة ومجمعا مهنيا في بيروت، إضافة إلى تأمين وجبات طعام يتم توزيعها تباعا على النازحين، وأيضا التعاون مع جمعيات لتأمين المياه والأدوية وغيرها من المواد الضرورية لهم. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من التصعيد غير المسبوق في الجنوب اللبناني، معتبرا أن لبنان بات على حافة الهاوية. وخلال كلمته في افتتاح أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد غوتيريش أن العالم يعيش حالة غير مسبوقة من انتهاك المواثيق الدولية، مشددا على أن الوقت قد حان لإحلال السلام القائم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. تبقى غزة كابوسا لا يخبو، وقد يدفع بالمنطقة كلها في أذياله، ولا حاجة لأن ننظر إلى أبعد من لبنان، ولا بد أن يعترينا القلق جميعا جراء هذا التصعيد، فلبنان على شفير الهاوية، حالة عالمنا فوق ما يمكن احتماله، ولا يمكن أن نستمر على هذا المنوال. وثانيهما أن التحديات التي نواجه قابلة للحل، لكن هذا يقتضي أن نضمن قدرة الآليات الدولية لحل المشاكل على حلها بالفعل. وما قمة المستقبل إلا خطوة أولى، بيد أن طريقنا طويلة، فالوصول إلى المراد يتطلب التصدي لثلاثة عوامل رئيسة تدفع نحو هذه الحالة التي لا تطاق، ألا وهي عالم تنعدم فيه المساءلة وفيه تهدد الانتكاكات بنسف أسس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. دعت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على لبنان وحماية المدنيين، كما أعربت عن قلقها البالغ بشأن التصعيد الحاد للأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله. كما أشارت المتحدثة إلى أن الطرق في جنوب لبنان مكتظة بسيارات الفارين من القصف الإسرائيلي. أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن 2 من موظفي المفوضية قتل جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان. وقال غراندي إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان تحصد أرواح مئات المدنيين بلا هوادة، معربا عن شعوره بالحزن الشديد لتأكيد مقتل زميليه بالمفوضية. بالتزامن مع التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية، تتوالى التحذيرات الدولية والأممية من اتساع رقعة الصراع في المنطقة وسط جهود إقليمية مكثفة لاحتواء التصعيد الأخير تفاديا لحرب شاملة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله. تتصاعد حدة العدوان الإسرائيلي على لبنان، ما دفع المنطقة لحافة حرب شاملة لا يمكن التنبؤ بمآلاتها، فيما تسارع القوى الإقليمية والدولية الخطى للدفع نحو حلول دبلوماسية تحول دون انزلاق المنطقة لمواجهة مفتوحة. هذه الجهود قادتها مصر منذ بدء الأزمة، حيث وصلت جهودها الحثيثة للتواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لوقف العدوان. فمن القاهرة وحتى نيويورك تسابق مصر الزمن لاحتواء التصعيد في المنطقة. وخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في نيويورك على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي رفض مصر التام لأي انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه، ومجددا الدعوة لكافة القوى الدولية ومجلس الأمن للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والذي يهدد مصير شعوبها وأفق السلام.
الموقف المصري أكده أيضا وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعاتهم في نيويورك، مشددين على إدانتهم القوية للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان، ومحملين إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير على لبنان بما قد يدفع لحرب إقليمية شاملة ويهدد أمن المنطقة. ومع اشتداد العدوان على لبنان ارتفعت النبرة التحذيرية لتشمل كافة الأطراف والقوى الدولية الفاعلة في العالم، حيث حذر وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى من أن التحركات التي يشهدها الشرق الأوسط قد تؤدي إلى جر المنطقة إلى صراع أوسع نطاقا وسيكون له عواقب لا يمكن تصورها. كما حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيه بوريل من حرب شاملة في المنطقة تزامنا مع التصعيد الذي وصفه بالخطير. بدوره أكد وزير الخارجية الصينية أن بلاده تولي اهتماما وثيقا لتطورات الوضع الإقليمي الأخيرة، منددا بالهجمات العشوائية التي استهدفت المدنيين في لبنان. من جانبه أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لبحث الوضع في لبنان، داعيا إلى وقف التصعيد وتجنب اندلاع حريق إقليمي سيكون مدمرا للجميع بدءا بالسكان المدنيين. إلى الخبر الأخير، حيث دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر إلى خفض التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وذلك في أعقاب التصعيد الأخير الذي يهدد بتوسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. وفي كلمته خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطانية، دعا ستامر إلى ضبط النفس من جميع الأطراف لتجنب الانزلاق إلى حافة الهاوية. وكرر رئيس الوزراء البريطاني دعوته بالتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. مشاهدينا، بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الساعة الإخبارية، وإليكم أهم العناوين.
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء. مدبولي يؤكد أن تزايد اعتماد الدول على المنظومات الرقمية يلزم الدولة باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة للتأمين. وزير الخارجية والهجرة يؤكد أهمية وقف العدوان على قطاع غزة ولبنان لتفادي الحرب الإقليمية. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. هذه تحيات مدى سعيد وتحياتي محمد الرميحي. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.